يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم تحت شعار كل شيء وارد. بطوله المفاجات، ما زالت منافسات الكان مستمره. الحقيقه تقدر تقول انه ملخص ما جرى من مباريات حتى اللحظه انه لم ينجح احد، يعني باستثناء كوت ديفوار والسنغال. لكن النتائج لغايه النهارده فيها مفاجات كبيره جدا. مفيش حد ممكن تساله قبل انطلاق البطوله مين ممكن يكون قريب من حسم اللقب من غير حسابات ومن غير ما تكون خبير او محلل او يعني حد ليه علاقه بلغه الارقام والاحصائيات. هتلاقي ناس كلها بتقول لك البطوله مش هتطلع بره الثمانيه دول: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، ساحل العاج والسنغال. ده من غير ما ندخل في التفاصيل. لكن لما تيجي تبص لمشوار المنتخبات لغايه النهارده، الكبار كلهم تعثروا باستثناء السنغال. طبعا كوت ديفوار بما انها يعني الفريق اللي بيستضيف البطوله فطبعا عندها حظوظ كبيره وعندها جيل كويس، لكنها مش كوت ديفوار المرعبه، مش كوت ديفوار الاخوين توري ولا ديدي دروجبا ولا الجيل العظيم ده. فريق محترم عنده لعيبه كويسه جدا، بيلعب على ارضه وسط جمهوره، فبالتاكيد ليه فرص. لكن تشوف الجزائر واحده من اقوى الفرق على مستوى القاره في السنوات الاخيره، اتعادلت مع انجولا 1-0 1-1. الكاميرون واحد دايما من الفرق المرشحه لاي بطوله واي لقب باي جيل، اتعادلت مع انجولا، الكاميرون اتعادلت امبارح مع غينيا 1-1. غانا خسرت من كاب فيردي، مصر اتعادلت مع موزمبيق 1-1، والسنغال طبعا كسبت جامبيا. فبالتالي كل الكبار في انتظار طبعا ظهور النهارده اول لتونس في مواجهه ناميبيا، والجنوب افريقيا في مواجهه مالي. النهارده الثلاث محترفين بتوع الاهلي هيظهروا في الشاشه: علي معلول مع تونس، بيرسيتاو مع جنوب افريقيا في مواجهه مالي، اليو ديانج. ويتبقى من الجوله الاولى في دور المجموعات لقائي الخميس، عندنا المغرب هتلعب تنزانيا، واخر لقاء هيكون الكونغو في مواجهه زامبيا. وبعد كده نبدا من اول وجديد ان شاء الله مع منتخب مصر يوم الخميس في مواجهه غانا. عشان كده كنت بقول يعني اللي متابع السادسه قبل ما تبتدي البطوله دي ب 48 ساعه اخر حلقه، لم انا على فكره في يعني في لما نيجي نتكلم كوره طبعا العواطف والانتماءات والاهواء بتاثر بشكل كبير، بس لما تيجي تتكلم على تقييم او ترشيح هنا الكلام مبني على قرايه فرصك في البطوله بشكل موضوعي. لما كان معايا بلال محسن واحمد مصطفى في حلقه نهايه الاسبوع اللي فات وطلبت من كل واحد منهم يرشح المنتخبات القريبه، صعب انك تقول مين الاقرب للبطوله، لكن ممكن تحدد او تشوف حسب تقييمك يعني مين الاربعه الكبار اللي ممكن يوصلوا للمربع الذهبي. وده شيء صعب، خلينا نتفق على كده، مش عشان مستويات الفرق بقد ما هي على حظوظ كل فريق هيقابل مين في المشوار. ممكن جدا 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 تلاقي مصر بتواجه المغرب، ممكن جد في دور ال 16، ممكن تلاقي الجزائر بتلعب مع نيجيريا، فبالتالي ممكن فريق منهم يخلص بدري. لكن لما بتيجي تتكلم على الاربعه الكبار اعتقد ان هم ممكن يكونوا بالحسابات قريبين جدا. لما اتكلمت وقلت انا شخصيا هنا ان انا برشح مصر للبطوله، كان الكلام ده مبني مش على حبي وانتمائي بس لبلدي ولا حبي وانتمائي لمنتخب مصر، لكن بشوف انه النسخه دي من او الجيل الحالي، الفيرجن بتاعت منتخب مصر اللي رايحه بطوله كوت ديفوار السنه دي، هي افضل نسخ للمنتخب الوطني، افضل بكتير من نسخه اللي وصلت نهائي 2017 قدام الكاميرون، وافضل بكتير من النسخه اللي وصلت نهائي 21 قدام السنغال. ضيف على ده قناعتي حتى اللحظه رغم اخطائه واخفاقاته، عشان نبقى ما يعني موضوعيين ومنطقيين، في مباراه موزمبيق قناعتي ان فيتوريا رجع هيبه منتخب مصر، قدر يوصل منتخب مصر للشكل والشخصيه اللي احنا كنا بنتمنى او نفسنا نشوفها. على مستوى النتائج في شغل كتير محتاج يحصل، خصوصا قبل مواجهه غانا يوم الخميس اللي جاي. لكن لان انا امبارح الناس كلمتني كتير بعد الحلقه، يعني ملخص الرساله خف على المنتخب شويه. محدش في الدنيا ابدا ممكن يشكك في انه هدفي الاول والاخير هو مصلحه المنتخب، واكتر حد هيبقى سعيد. اصل خدوا بالكم الكوره في مصر مش بس رياضه، يعني الكوره حاله الفرحه اللي بتعملها الكوره عند المصريين دي حاله مطلوبه. لما بشوف فرحه الناس، يعني طبعا انا بحب الكوره وبشجع كوره طول عمري، لكن المنتخب طول عمره واحد من اهم مصادر الكوره عموما في مصر،
سواء كنت بتكلم على انديه او كنت بتكلم على المنتخبات، واحد من اكتر الحاجات اللي بتفرح المصريين. فطبيعي جدا انا بقى بتمنى منتخب بلدي يكون على منصه التتويج. ولما بنتقد هنا بتكلم في يعني لو تابعت حلقه امبارح وما شفتش بس المقدمه هتلاقي ان احنا اتكلمنا على اخطاء وقعنا فيها او وقع فيها روي فيتوريا، لاعبين ما كانوش في مستواهم ادى لظهور المنتخب بالشكل ده. وده ما كانش كلامي لوحدي الحقيقه، يمكن اغلب الزملاء اتكلموا في نفس الاتجاه ده. لكن هدفي مش فكره ان انا فقد الثقه او ان انا باثر على الحاله المعنويه وباثر على الحاله النفسيه. النهارده طبعا انا عارف انه اللعيبه نفسها يمكن تكون حاسه يعني بحاله زعل، او معتقد انه طبيعي جدا لما تتعادل مع موزمبيق. انا امبارح كان اشرف كابتن اشرف ممدوح معايا بعد الهوا، قلت له ده سؤال ممكن يكون جه على فكره في اذهان ناس كتير جدا، هو الاهلي لو كان بيلعب فرقه موزمبيق دي ما يعني انا اسف على المقارنه يعني، هو الاهلي لو كان بيلعب فرقه موزمبيق دي ما كانش ممكن يكسب؟ انا في ظني انه كان ممكن يكسب بشكل مرتاح جدا. لكن في النهايه مباراه وعدت كبوه، وكل الفرق الكبيره تعثرت، نيجيريا تعثرت، الكاميرون تعثرت، غانا تعثرت، الجزائر تعثرت، وبالتالي كل الكبار في المرحله الاولى. ودي واحده من الحاجات كمان اللي انا بنيت عليها فكره انه مصر قادره توصل على الاقل الاربعه الكبار، وليه لا ما تنافسش على اللقب وتحرز البطوله؟ لان المنتخبات مش في افضل احوالها. لما تبصوا على الجيل اللي موجود حاليا في غانا، الجيل اللي موجود حاليا في الكاميرون، الجيل اللي موجود حاليا في الكوت ديفوار، او حتى موجود في نيجيريا، ما هماش الفطاحل ولا العتاوله اللي احنا تعودنا نقابلهم ونكسبهم ونتخطاهم في اوقات كتيره جدا ونحقق على حسابهم اللقب. عشان كده قلت الفرصه مهيئه. حقي جدا زي ما كل الجماهير زعلت او اتصدمت، احنا اتصدمنا الحقيقه في مباراه موزمبيق، وخصوصا ان البدايات كانت مبشره جدا، فبالتالي سقف الطموحات عالي، فنزلنا زي ما قلت امبارح كده على سابع ارض. على كل الاحوال ماتش غانا وكاب فيردي بيقول حاجات كتير جدا. بيقول انه الماتشين اللي جايين لمنتخب مصر عموما في منتهى الصعوبه، وبيقول انه بدايه من ماتش غانا مكسب يوصلك او يخليك تكمل مشوار، خساره تبعدك بشكل كبير جدا عن انك تنافس على اللقب وعلى البطوله. وابدا لا تتخيل ان مباراه كاب فيردي اللي بعدها اللي هتتلعب يوم الاثنين هتكون سهله على الاطلاق.